قبليها بيوم بقى بمعسكر، احنا كنا بنسافر في نفس اليوم. فرحت بقى قبليها بيوم بتسافر، قاعد في الفندق طبعا حواليك بقى الاهتمام بكل حاجه، النواحي الامنيه والجهات الامنيه اللي موجوده بتامن الفرقه. فانا حاسس ان انا في حته تانية خالص، يعني فريق اول فعلا بجد، لا حاجه تانية، اهتمام، وسائل اعلام، انت كبير يعني فاهم. فانا رايح الان فعمال اقول يا رب ما العبش. طيب انا عايز بس اتكلم بقى، ننط شويه جزئيه ان انت طلعت تالقت بشكل كبير جدا، تحس ان في حد كده شدك لورا. اللي شدني لورا طريقه اللعب، لما جه مدرب تاني شافني قال لي لا انا عايزك يا هشام، ايه انا بلعب بطريقه لعب، كنا بنلعب 3 5 2 في الوقت ده، قال لا انا هلعب 3 4 3، فانا عايزك تبقى تحت مع هادي خشب. فانا انا زي ما انت بتقول كده لا مركزيه، انا يعني مثلا لو انا هاف رايت ماشي بروح العب في مكاني جنب ابراهيم حسن طبعا يعني محافظ الالقاب، وبروح جنب كابتن حسام عربي واروح مش عارف ايه واطلع بشكل كبير جدا. ايه كابتن حسام، كابتن ابراهيم، هو ابراهيم طبعا هم اول اثنين، اول اثنين كانوا يعني تحس ان البطوله العربيه اللي اقيمت في مصر. فاكر انت ايام ماتشات الرجاء والاولمبيك البيضاء انا جيت فيهم جنين، والاولمبيك البيضاوي المغربي، البيضاوي، البيضاوي الخريف كده كان هناك لما لعبنا الاولمبيك البيضاوي، تحس يعني كان في احتضان لهشام حنف. ما فيش شك مهم فعلا. اكتر اثنين ساعدوني اول ما طلعت في الاول كان ابراهيم وحسام حسن، مش هضحك عليك يعني. بعد كده كابتن اسامه عرابي وقف جنبي كتير جدا، كابتن شوبير وقف جنبي كتير، هادي وليد يعني بما انهم ان احنا اصحاب وقريبين من في نفس السن يعني. انت تعرف ان هادي خشبه ووليد صلاح كانوا يعني الاثنين كانوا هم انتيم بعض في السن ده او في التوقيت ده طول عمرهم يعني خبات الشباب والناشئين إيه؟ كلهم هم كان طبعين. مثلا هادي خلف عيل يسميه على التاني عمر، ووليدي خلف يسميه على اسم هادي كده. صح، هم ارتبطوا ببعض جدا 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 وما زالوا مرتبطين طبعا، تعرف العلاقه دايما على طول مستمره يعني. بس فده كان في البدايه. فالراجل جه قال لي انا كنت مكسر الدنيا مهم زي ما انت بتقول، قاعد بلعب اساسي على تيم جامد جدا وبلعب وحجزت مكاني في وسط جيل صعب جدا. رجعت قال لي لا المدرب ده اتغير، قال لي لا انا عايزك تلعب في وسط الملعب ديفندر يعني كلاعب مدافع اساسي جنب هادي. فانا واحد متعود ان انا اروح واجيب اجوان، اسامه عارف طريقه لعب، واروح والعب ناحيه شمال اروح اوصل، فلقيت نفسي متكتف فمش حاسس ان انا العب. فجيت في مره رحت مزوغ وطالع ولاعب ومش عارف ايه وجبت جون، راح مزعق لي بين الشوطين وراح مصاحبني ما نزلنيش شوطين. لا والله. فانا قلت له هو في ده ماتش يعني ايه ده؟ مين يا شباب؟ كان مستر رانيا تشوبل. تشوبل بس خلي بالك تشوبل ده كان علامة، كان صعب طبعا، انا كنت بحبه جدا وهو كان بيحبني جدا. فجيت الفتره دي فقال لي لا لو مش هتنفذ تعليماتي انت مش هتلعب. فغصب عني بقيت فين؟ ديفندر. فالناس مش حاسه بيك، الناس بتحس باللي بيجيب اجوان، باللي يروح ينفرد، باللي يروح يجيب يعني بيعمل حاجه. ده كان